بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قلنا القيم المستخرجة من هذا النص اللي هو رحلة إلى تكجدة، ما هي أول القيم؟ قلنا رفعوا الآية دي. هدى أداب الحوار بين المعلمة والتلاميذ، أحسنتي. القيمة الثانية هبة، ممتازة، أحسنتي. المحافظة على الغابة، نعم. ولا نرمي فيها الأوساخ، أحسنتي. أيضا الالتزام بنصائح المعلمة وتجنب أسباب الحريق. أميرة تدخل في المحافظة على الغابة، عدم تكسير الأشجار، عدم وضع أسباب الحريق. عوفي المحافظة على الأشجار. شكرا لكم.